كيف قلت لكم يعني الحرب الإلكترونية ما مالي يخلوني نخدم الليل كبسون فضل وش نعرفت الليلة يعني بلوك يعني خدامين الليل مساكين الليلة متعذبين العربي سنوسي مرحبا وسهلا حسيبة تحياتي يعني كان هناك حمد السلام عليكم أخ راضي. وعليكم السلام أهلا وسهلا مرحبا معك وسهلا كمال الدين حاسي منير جزائري. مرحبا وسهلا مرحبا الله وسهلا يطول في عمرك. مرحبا تعبت أنا والله أقدم لك تحياتي ومبارك لكم على انطلاق كرة القدم على كرة القدم. يا أخي أنا والله العظيم قضيت ما يقارب 28 سنة ولا 30 سنة في ديار المهجر. جلت في كل أوروبا، يا كل العياش اللي تلاقي بهم يغردون نفس الأسطوانة 30 سنة ولا نسمع نفس الأسطوانة. على هذا الشيء كي نشوف كيما هكا نقول لك خويا الله يعطيك التسعة الخاطر وربي يحفظك وعاشت لا الصحراء مجد الغربية حرة مشكور لك مستقلة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وإن شاء الله مشكور والله ونشوفكم بألف خير خويا الرادي ربي يحفظك إن شاء بإذن الله. الله تعالى إن شاء الله مشكور والله مشكور خويا كمال الدين الله يطول ربي عمرك يحفظك نهاركم مبروك شكرا شكرا والله وأنت كذلك والله مرحبا وسهلا مرحبا كيف قلت لأنه كانت هناك حملة سينيال هبلت لأنا المدى أنا هبل سامي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله واش راك لاباس؟ صباح الحمد لله بخير ولا خير الحمد لله انت لاباس الحمد لله الحمد لله كان مرحبا عندي واحد وسهلا صحيح شحال من خطرة كنت لا باغي عرفنا نعقل بنفسك والله لا عرفنا بنفسك من أنا وين سامي فضلك سامي مغربي من وجدة مرحبا وسهلا تفضل كبسون فضلكم كبس أنت مش اخترت تقول العياشة أنت ملي كنت تقدم الأخبار أنا كنت صغير كنا نتفرجوا على الأخبار القناة المغربية وكنت معياش عاش الملك ونصره الله ما شحال من نتحداك تجيب لي شوف نتحداك تجيب لي عبارة عاش الملك نتحداك ما كنتش شنو هو تقول العياش واسمع اسمع أخبار نعم واسمع اسمع 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 في الأخبار هذا خط تحريري للقناة عامر زيد كريط بوشعيب قدور الجميع مفروض عليه إلا ما قلت نصره والله تمشي للحبس بصح وشنو قلع الأطفال قلع الأطفال الله يطولك قلع الأطفال حيد الأطفال بفضل حيد الأطفال العياش هو اللي يعود حر برا ويتم يقول عاش الملك وكذا أنا الحمد لله ما عندك ما تجيب لي عبارة واحدة تفضل أنت جايبنا الأطفال يا أخي أنت جايبنا الأطفال جايبنا الأطفال تفضل تفضل كبسوا لأنه اللايف تعرض ل كيف شفتوا حتى في نسبة المشاهدة السينيال الليلة منطاكين على مسك اللايف كان في تقريبا 450 وهذا شيء طبيعي انا عارفين يعني انا اثروا لي يوزر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هدايا راس الرادي لاباس عليك كل شيء مزيان لا بأس الحمد لله بخير ولا خير الحمد لله ما شاء انت الله بخير الله يسلمك مرحبا استاذ تنشوف اللايف عرفنا ديالك بنفسك مع رضوان مجدي من الرباط تفضل كنعرفك انك كتعالج موضوع ديال الصحراء المغربية وقلتي ان الصحراء المغربية ماشي هي مغربية هي غربية وبغيت ندخل في نناقش معاك هذا الموضوع هذا تفضل تفضل إذا كنت تقول بأنها مغربية قلنا باش مغربي
مغربية، لأن في 1975 المغرب استرجع الأراضي ديالو بطرق سلمية عبر المسيرة الخضراء، واسترجع إقليم الساقية الحمراء، وفي 1979 استرجع إقليم الداخلة. والمغرب في الأرض ديالو، المغرب عنده مملكة عندها تاريخ، عندها 12 قرن من التاريخ، كم؟ 12 قرن من التاريخ، 12 قرن 12 واش قرن من التاريخ. وانتم كتقولوا باين البوليزا، انتم دابا غير اسمح البوليزا. لي، اسمح لي رضوان، اسمح لي رضوان، نعم اسمح لي شوف. نعم اسبانيا منين جات تدخل الصحراء الغربية؟ منين جات تحتل الصحراء الغربية؟ نعم شو من سنة احتلتها؟ حتى في 1884. ومنين جات تدخل الصحراء الغربية؟ شكون اللي لقات فم في هذيك المنطقة؟ لقات تما الصحراويين، ومنين مشاو المغاربة؟ ولأني راه أي منطقة من أي حشيدة اللي كيدخل شي منطقة كيلقى الناس ديالهم اللي كيدافعوا عليها. اوكي، لقى الناس، يعني لقى الصحراويين، لقات الصحراويين في المنطقة. أي وشكون السلطة السياسية اللي كانت فيها؟ تما ما كانت سلطة سياسية، حقاش كان مجتمع صحراوي بحال باش تقول بدوي، فهمتي؟ يعني كانت كيفاش الأرض، بداوا؟ يعني بحال باش تقول قبائل، ما كانش وكيفاش شي. مغربية؟ وكيفاش مغربية؟ وكيفاش مغربية وهي السلطة السياسية ما هي كاينة والمغاربة ما هم كاينين؟ كيفاش هي مغربية؟ مغربية عبر لحقاش كاين بمبايعات، كاين عبر البيعة، لحقاش كاين الشيخ ماء العينين، شمن بيعة؟ شمن بيعة كانت؟ شمن سنة كانت البيعة؟ كاين هناك تواريخ. أنا بصراحة ما مطلعش على هذا الشيء هذا، ولكن كاين تواريخ ما من هي كاينة كتير، البيعة، البيعة لا توجد البيعة، ما هي كاينة البيعة. ولأني ولا عاد عندك، لا عندك، محكمة العدل الدولية في 1973 74 قررت بأن هناك بيعة ما بين المغرب، ما بين سميتو، ما بين شوف شوف الصحراويين لحظة لحظة والحكومة المغربية وملك لا المغرب. لحظة 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 لا ينجو محكمة العدل. أنا أقول لي هذيك 92 سنة، هذيك أرضكم، شنو قام به النظام السياسي في المغرب باش يحررها من إسبانيا؟ واش نقول لك؟ في هذيك السنوات انا قلت لك كانت سميتو، كانت نشأت جبهة ديال البوليزاريو في 1973. شوف، نعم 92 سنة ودارك محتلة، 92 عام يعني تقريبا قرن من الزمن، شنو قام به النظام السياسي في المغرب باش يحرر أرضه؟ النظام السياسي في المغرب ما قامش بالدور ديالو، دار أخطاء، فهمتي؟ دار أخطاء في كيفاش تحرير دار الأرض. أخطاء؟ كانت أخطاء، كانت أخطاء، كيفاش دار أخطاء؟ كانت أخطاء أنه شوف أنه شوف مثلا اسمع 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 شوف نعم شوف، المغاربة ما هم كاينين في الصحراء الغربية قبل 75، قبورة المغاربة ما هم كاينين في الصحراء الغربية قبل 75، النشاط السياسي للمغرب ما هو كاين في الصحراء الغربية قبل 75، الملوك والسلاطين ما تكلموا عن أرض الصحراء الغربية قبل 75. ولاني استيراد الليلي، ولاني كيفاش بلاش هذه الأرض، استيراد. كيفاش هذه الأرض أنت تخليها أرضك، تخليها 92 سنة ما تدافع عنها؟ كيفاش؟ وراه قلت لك شنو كاين، قلت لك بأن النظام المغربي ارتكب أخطاء في تحرير الصحراء، وكانوا صحراوة، وهم الوالي مصطفى السيد ومحجوب خلي السادات له، خلي يا غزال، 73. ما انتم، مبرمجين على، انتم مبرمجين على بعض الخطاب وهذا، هذا قال لا ما شو كاينش السالفه؟ خطاب، انا قلت لك بان النظام واسمع المغربي اسمع ارتكب اسمع اخطاء في اسمع تحرير اسمع الصحراء. اسمع 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 اسمع، انتم باش حررتوا هذه الارض؟ ما فهمت كيفاش باش حررتوها، ما فهمتش، شرح لي باش نزيد. حررتوها؟ باش حررتوها انتم؟ قلت لي النظام السياسي ارتكب خطأ وكذا وأخطاء وكذا وما دافع عنها، كيفاش حررتوها انتم؟ قلت لك ان في هذيك الوقيته، انا ما عارفش بالضبط هذيك الوقيته ديال في 1884 فاش دخل الاحتلال الاسباني للصحراء، لا لا، نتكلم معك على 75، نتكلم معك على على 75، شنو عندك 75. تفتكر؟ لا خصك تبدا معايا من 73 باش نشرح لك. انا نجيك شوف ل 75، على 73. 73 عجيب. نشات حركه كتسمى حركه التحرير، هي جبهه حركه تحرير الساقيه الحمراء وادي الذهب، هي جبهه البوليزاريو.
نشأت في 1973، وكانوا دوك المؤسسين ديالها صحراوة، ولكن هذوك الصحراوة راه هما كانوا مغاربة، ولكن النظام ما كانوا دعمهمش، مغاربة، كانوا كانوا مغاربة ما كانوا دعمهمش، مغاربة، ما دعمهمش ما دعمهمش كانوا ما مغاربة، دعمهمش ما مغاربة هما، يا الوالي مصطفى مغاربة. السيد، وداروا مظاهرات في طنطان، هما كيعترفوا بها، ومن القيادي السابق ديالهم المحجوب السالك قال لهم حنا الاخطاء ارتكبها النظام المغربي باش حنايا ما نكون شفتوا عندها سعة الكوريدور الشرعية، شفتوا باش عندها سعة تتنحى السعي الشرعية، الشرعي. لا لا، فانا فشفتوا شفتو فاش كان فهمت. دار، شفتو فاش كان دار سميتو في اسبريس، فاش استقبلته اسبريس، وانت كنتي ايوه، شكون حاضر هي ديك اسبريس؟ الوقيته، شكون هي اسبريس؟ انت كنتي حاضر في اسبريس ديك الوقيته. وشكون هي اسبريس؟ شكون؟ انا ما سولتك، انا حاضر ولا ماني؟ انا صحفي نحضر لاي ندوه صحفيه. ما شكون هي اسبريس؟ تعرف انا ما شكون اللي جابوا تنسمعش، فم هذيك؟ انا ما تعرف تنسمعش شكون اللي جابوا اسبريس، فم؟ انا تنسمع تعرف شكون المحجوب اللي جابوا السالم، فم؟ وتعرف انا شكون اللي كنسمع جابوا المحجوب فم؟ السالم. نعم، وقول لي باش حررتوا الارض، قول لي باش حررتوا الارض. راه قلت لك انا اخطاء ارتكبها النظام في تحرير الارض وباش حررتوا الارض، باش حررتوا الارض في 1975، باش حررتوا الارض. 1975، نظمت مسيرة خضراء، مسيرة، المسيرة الخضراء، مسيرة باش حررتوا خضراء، الارض. ماشي علاش مسيرة خضراء حررتوها؟ بس، لا ماشي مسيرة خضراء بس حررنا الأرض. كون كانت إسبانيا عارفة هذيك الأرض أنها ماشي ديال المغرب، ما غتعطيهاش للمغرب، ولاش يا عطاتها للمغرب؟ رضوان، يا رضوان، يا بشور اللي كان عليه، سكت لك القلب، ليه سكت لك القلب؟ نعم وباش حررتوا استراتيجية، هذيك الارض؟ باش حررتوا الارض؟ راه قلنا لك، راه شرحت لك باش استراتيجية حررتوها؟ الليلية، راه قلت لك في باش حررتوها؟ 1900، راه قلت لك في 1973 شاد جبهة تحرير الساقية الحمراء وليدها وانا بالإسبانيا. سولتك على 75، واش باش حررت لا، المغرب الصحراء؟ حرر، على الصحراء تحررت غير ب 75، الصحراء راه كانت، راه كان كان راه من 1884 حتى 1975، غاجات اسبانيا وخرجت من الصحراء نيشان، ما يمكنش، راه كان وقلنا لك باش مقاومة، حررت، باش حررتوها؟ باش حررتوها؟ كان مقاومة، كانت مقاومة ديال شنو هذه المقاومة؟ الشيوخ في شنو دماء هذه؟ العينين، شنو هذه المقاومة؟ كانت مقاومة صح من الناس الصحراويين. الشيخ المقاومة، 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 الشيخ مال عينين. واعطينا، اعطينا شهيد، اعطينا شهيد سقط لكم قبل 75. وما يمكنش هاد السيرة ديال الليل نقول لك انا شهيد وكذا وداك الشيء، حنا هاد الشيء انا ما كذبش عليك، انا اللي عارف راه قلته لك، هاد الشيء اللي كانت شاهد. المقاومة، شوف شوف، كانت المقاومة، ولكن ما عندي شهيد. ما كانت كنتش عندنا يحفظ الشهداء المقاومة، مازال، ما كنتش شوف، يحفظ وكانت الشهداء. عندنا، اسمع، كانت عندنا المقاومة وما عندنا الشهيد، وحررنا الأرض بالمسيرة. بارك طب الله لا فيك. تنسي راضي الليلي، ممكن نسولك، ممكن نسولك، لحظة، أنا نسولك، أنا اللي نسولك، لا أسألك سؤال أنا واحد، قول لي باش حررتوها؟ باش حررتوا هذه لا الصحراء؟ أسألك باش سؤال حررتوها؟ واحد، السيرة دي الليلي، علاش إقليم واد وباش نون، حررتوا؟ علاش إقليم واد نون تابع للمملكة المغربية؟ وباش حررتوا لا هذه أنا الصحراء؟ سولتك، أنا سولتك سؤال أو جاوبني. إذا أنت ماك باغي تتقدم في النقاش، شكرا لا لك. تقدم في النقاش، علاش؟ لا لا، هو تقدم في النقاش، باش حررتوا الصحراء الغربية؟ كانت هناك مقاومات، شنو هي المقاومة؟ أعطينا شنو؟ كانوا صحراويين، كان هذاك أعطينا، أعطينا باش المقاومة، أعطينا شنو هي؟ صحراوي، صحرا نسيت على سميتو كاع، اللي عنده سميتو في بني ملال، شنو سميتو كاع، انا نسيت على السميه ديالو، اللي عنده طبسات. الزاويه ديالو في بني ملال، اسمه نسيت على سميتو انايا، مش من بني بصير، ملال. الشيخ محمد بصير، بصيري، بصيري راه كان هو مقاوم، هذاك ماشي مقاوم، هذاك المقاومة، اها مقاوم، وكان مقاومة. اعضاء، دابا المشكله شنو فين أعطينا، كاين أعطينا اسم الشهداء، أعطينا اسم الشهداء اللي سقطوا لكم. شهداء، انا كنعرف شهداء اللي سقطوا من المعارك ما بين جبهه البوليزاريو والجيش المغربي، انا ما عارفش الشهداء شوف، ديال انا هذيك اعطيني 92 عام، هذيك 92 عام قلت لي قاومتوا ولا كانت ما قاومتوا؟ مقاومه، كانت اوكي، مقاومه، اعطيني اسم المعارك، اعطيني اسم المعارك الشيخ وش الشهيد. سميتو بصيري، محمد بصيري، يعني كان هو مقاوم صحراوي، انا ما عارف، انا ما نكذبش عليك، انا ما عارف، واعطينا المعارك، واش 92 عام تقول لي بصيري؟ واش انت محشش ولا؟ واش انت محشش؟ لا انت محشش؟ اعطينا اعطينا المعارك. ما هو عندك، ما هو عندك، وما مع... وشت المعارك، ما هو عند حتى الحسن الثاني، الحسن الثاني ما عنده المعارك، تبقى عندك انت، ما هو كاين المعارك. شوف، لا وجود، شوف، لا وجود للمغرب قبل 75 في الصحراء الغربية، لا وجود لقبر مغربي قبل 75، لا وجود لإدارة مغربية قبل 75،
لا وجود لممثل للسلطات المغربية في الصحراء الغربية قبل 75. ولا الناس ترى هذه الليلة ولا جيت تعرفوا تقول لي الثانية المسيرة، ولا جيت اسمع تقول ليا لي المسيرة. تعرفوا اسمع اسمع الثانية. اسمع، شوف شوف، نعم حتى 56 من أعلنت ما يسمى بالاستقلال. كان استقلال غير سلام، مكتمل. اسمع اسمع، ما كان لا مكتمل ولا ما مكتمل. الحسن الثاني خطب، ما قال لا مكتمل، قال لك صافي اعلنا الاستقلال. واش انت، هو لا اسمه لا 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 اسمع اسمع، شوف شوف، لا اسمح لي، ما تضحك كانش لي انت حسن ما الثاني تقول. في 56 استيراد الليلي، كان محمد الخامس بعدا. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، انت قلت ايه ايه شنو شنو ايه، احنا نناقش معاك قلت ايه شنو. الأستاذ استمع، محمد، والتحية للجميع، تحياتي لك وأشكرك وعليكم على السلام. الاستضافة. والله يعني بارك أنا الله لك كنا يسلم. معاك وكان لايف يعني فيه يعني مشاهدة كبيرة، واللايف راح يعني وما عرفت والله. وراهم راهم 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 مستهدفين، وراهم مستهدفين صح، مستهدفين. يعني صح خويا محمد، يعني احنا رانا ونشاهد يعني على الواقع وعلى رانا الأفكار عطيتك وعلى كلام، تسافر. تفضل. نعم المهم، احنا راه نشاهد على الحقائق، وهذا ما تقوله يا محمد، يعني حقائق المجتمع يعيشه الشعب الصحراوي، وحتى الشعب المغلوب على أمره دائما يريد أن يكذب ما صنع هذا الشعب، وهو هذا النظام. هذا النظام حاليا يحكم المروك ليست له شرعية، يعني تاريخيا كما قالوا بعض المفكرين والمؤرخين، هذا النظام يا أخي محمد، الحسن الثاني قتل الشعب بكاملها، يعني اي سهله هو. جهله وجوعه واغتصبه وهجر. حاليا يعني قضية الصحراء وقضية الريف كقضية واحدة، حتى ما فعل في الصحراويين فعله في الريفيين حقيقة. يعني في الغرب الأطلس الكبير اللي كانوا يعني حموا الزياني، هذا تاريخي، اللي كان يكافح الاحتلال قتلوه واغتصبوه، وحتى الشعب يعني هذا الشعب الأطلس الكبير يعني أتاه الحسن الثاني يعني بواحد الأفكار ردوا عبيد، حتى اليومين هذا ما يقدرش يقول الحقيقة. محتجز فكريا، محتجز، ما يعطي حتى الفرصه لراسه باش يفكر، باش يفكر في هذا الشيء اللي يقول. هو دراك احنا كنا نناقشوا مع هذا، نقول له اعطينا معركه في 92 عام، يقول لك لا هذوك راهم كانوا مغاربه. يعني ولو انت تعود صحراوي وتناظر من اجل ارضك، ينسبها هو لراسه. وهذا بفعل هذا الشحن الاعلامي اللي صح، وأنا أقول دائما الشعب الصحراوي له حق في أرضه، سيستقل من هذا. المهم الشعب الصحراوي بلا ما نقولوا احنا راهم قادين وهزين البارود، وراه يدافعوا على أرضهم مهما كان الثمن، وهذا ما أقول. والتحية للجميع خويا محمد، مرحبا وأشكرك وسهلا والله، شكرا والله، مرحبا بارك الله وسهلا فيك. بك الأخ يسري، مرحبا وسهلا والله، شكرا والله. مرحبا وسهلا للقبطان الجزائري، تفضل أو تفضلي دنيا، مرحبا وسهلا. نادية من الجزائر، مرحبا وسهلا الأخت نادية، مرحبا وسهلا، بكم تفضلي. أنا حبيت ما خليتش في قلبي، حبيت غير نقول كلمة نسألهم، لخاطرش قبيلة قبيل اللايف راح لك، من قال لك عندنا الدرونات جبناهم من إسرائيل، وهذوك تقول جبناهم من إسرائيل باش تقتل الصحراويين المسلمين. أنتم هذوك الدرونات روح وجههم للإسبان وحرر سبتهم ليليا، ميراك تقول انت يا راني رايح جاي بالدرونات باها بيهم، حرروا سبتة أولا. ثم الصحراء الغربية الأخ محمد يطرح لكم في الأسئلة يقول لكم أعطوني مقاومة، كما نعطيك مثلا في الجزائر عندها مقاومات قدام اندلاع الثورة في سنة 1954، عندهم عدة مقاومات، منها مقاومة الشيخ بوعمامة، منها مقاومة الزعاتشة، منها مقاومة المقراني، منها مقاومة ولاد سيد الشيخ. هادو مقاومات كانوا يقوموا بهم الشعب من قبل اندلاع الثورة. الأخ محمد راك تطرح له في أسئلة، لكن المغاربة راهم يسمعوا فيا 92 يعطونا عام،
الأخت نادية 92 عام، هذه الأرض ما يعرفوها أبدا، ولا يعرف موقعها، ولا يعرف ايش واقع فيها، ولكن نعم بفعل هذا الشيء يقول لك هو قاومته، قاومته وأعطي دمك وكذا، ويجي ينصبوا لراسه عن طريق الإعلام المخزني، لأن هذا العمل اللي قام به هذا المخزن يعني في الفترة كاملة. نعم لأن لما تسأل المغربي تقول له أين كان، أين في 1884 إسبانيا كان في الصحراء الغربية، أين كان الشعب المغربي؟ أين، هل تعقل تأخذ أرض، نأخذ أرض وما يحاربوش عليها؟ أين كنتم؟ أين كنتم طوال 100 سنة؟ أين كنتم؟ أعطونا دليل بأن كاين مغربي واحد، كاين قبر ولا مقاومة ولا اسم شهيد، أين كنتم؟ أنتم تنتظرون من كل الدول، فرنسا خرجت في 62 وانتظرتم حرب الرمال ودخلتوا علينا بالجيوش نتاعكم وحنا عاد منهكين، والشهداء بعد الحرب طويلة. والمجاهدين ما نشفت دماؤهم، ما نش ما 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 دفنا الشهداء نتاعنا، ودخلتوا وانتظرتم أيضا لما الصحراء الغربية أخرجت بالمقاومين تاعها والصحراويين المجاهدين أخرجوا الإسبان، أتيتم بماذا؟ مسيرة؟ هل ثم تقاومون الإسبان بمسيرة بكتب وسردين وكميونات؟ لماذا لا تفعلوا الآن هذه المسيرة مع الإسبان؟ تأتون ولابسون جلابات وقشابيات وتأتي تحارب بجلابية وقشابية وسردينة وكاميو؟ اذهبوا إلى إسبانيا سبتة قريبة 12 كيلو منكم، لماذا لا تذهبون بكتاب وسردينة وكميونة وتحررون سبتة؟ لماذا؟ أنتم دائما خداعين ومخادعين، تنتظرون دائما نقطة وين ما يخرج واحد اجوا أنتم تدخلوا، هذه من صفات وشيمات المخادع، المخادع يعمل هكذا. الجزائريين رفضوا لكم وأتيتم وتقولون ما الآن الصحراء الشرقية، الصحراء الشرقية ماتوا عليها نساء ورجال أخ محمد، هم أعرف يكذبون، يكذبون كذبا ويصدقونها. ودون الرجال والنساء، والله ما ي... والله ما يحز عليها، ما تلقنوا درس جديد، ولكن هما مساكين يعني يتكلموا، يتكلموا فقط في الفيسبوك. هم مبرمجين الأخ محمد، هم مبرمجين في الجاهل، لا تغيره، تغير القوي، تغير كل شيء، باش الجاهل ما يقدرش تغير الجاهل، الإنسان جاهل يبقى في جهله. هما برمجوهم على أن الصح، فقدنا الصوت للأخت نادي. نحن عندك الجزائريين، مشكلة في نحن عندك مشكلة في الجزائريون، الصوت والله الأخت نادي، ما عندك مشكلة عرفتش في الأخ الصوت. محمد، نحن يمكن من السينيال، والله شوف الصوت الأخ من محمد، السينيال. ما عرفتش الأخ محمد نعم والصحراء، نحن نشم الاستقلال قادم، بإذن الله تعالى، الاستقلال والنصر قادم بإذن الله إن شاء تعالى إن الله. شاء الله. والسلام مشكورة الأخت عليكم، نادية، وعليكم والسلام السلام عليكم. والله. وعليكم السلام أخت نادية، مرحبا وسهلا. السلام عبد الهام عليكم. تفضل. وعليكم السلام السلام ورحمة الله. عليكم. الأخ محمد، أنا غادي نقول لك واحد الحاجة، أنا مغربي ياك من مدينة أسمعك أباليا، من فضلك، فايت لي طلعت أسمعك معاك، أسمعك من فضلك. اسمي بدر، بدر فايت لي طلعت بدر معاك، تفضل غادي. تفضل. المهم نقولوا حنايا الصحراء الغربية أخذت استقلالها، ولو هذا غير ممكن وغير حلم ولن تصلون إليه أبدا، ألن تطلبكم الجزائر بما فعلت، يعني اللي أعطتكم كاع هذا الماضي؟ لا اخ بدر، شوف ناقش معانا انت، احنا ما عندنا شوافات هو اللي انت مو شوف المستقبل. انت تقول بان الصحراء مغربيه، اثبت لي بانها مغربيه قبل 75 فقط، ما اثبت لي. نقدرش، شوف نحن الآن في الوقت الحالي، احنا ماشي في الماضي ولا يا الماضي. لا اخ بدر، يا لا اخ بدر، شوف، توجد البعثين، قالها بعثة المينورسو، لماذا توجد هذه البعثة في الصحراء الغربية ولا توجد في أكادير مثلا؟ ولأنه كاين تدخل من عدد من الدول، وهذو اللي عندهم مصالح شخصية وهذه اللي دفعوا يا الدوس. أخي يا أخي يا أخي، هذه البعثة اسمها اللي موجودة في الصحراء الغربية اسمها، الله يطول عمرك، قول لي اسمها. بعثت المنورسو ولا كيفاش؟ إيه، بعثة المينورسو اسمها بالعربي، والله ما نعرف. البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
شوف شوف، السيادة البرية، السيادة البرية، ليست هناك دولة في العالم تعترف للمغرب بالسيادة البرية. المجال الجوي للصحراء الغربية يتبع لإسبانيا منذ 48 عام. المجال البحري اليوم من يوم 15 جويلي شهر القادم ممنوع، ما قبل القادم، ممنوع على سفن الصيد الأوروبية الصيد في السواحل الصحراوية. شو استفدت ولكن هذا؟ علاش بدك هذاك دخلنا في العديان، خليني من العديان، والله ما هم العديان. أنا قول لي أنت قلت لي نعيش اليوم، قلت لي نعيش اليوم. اسمع 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 اسمع، احنا قلت لي نعيش اليوم، احنا نعيش اليوم يا أخي، احنا نعيش اليوم، اسمع نعيش اليوم. إذا قول لي لماذا لا تملكون السيادة على المجال الجوي للصحراء الغربية؟ انا غادي نقول لك علاش، انا غادي نقول لك علاش دابا الاسباني ملي كيدخل للصحراء كيطبعوا له باسبور وكيديروا له الطبع المغربي. يا بدر يا بدر، أنا قول لي إذا كانت هذه الأرض أرضكم، لماذا إسبانيا ما بغت تعطيكم المجال الجوي للصحراء والله الغربية ما شو انا وطلبتوه؟ هبل. اسمع اسمع، انا قول لي جواب، جاوبني عليه، انا ما تقول لي اسباني جاء واسباني مش. يا انا لطيف يا لدي لطيف، علم، ولكن غادي نعطيك على حسب النظريات. عندي نظرية يا وليس لدي يلا علم، يلا ونظرية هي انه المغرب طويل والجزر الكناريه قريبة، وهذوك الناس طويل مطورين اوروبيين، وهذه عندهم طويل. طوري، وهذه اللي نتاع الاتصالات، وهذه ويا بدر ويا بدر، والسيادة، شوف راه ما كاينة دولة في العالم تقول لك أنا حررت أرضي من المستعمر، هو المستعمر مازال مسكن الجو. واش أنت أدرك. باسبور. أنا شوف، أنا بغيت نفهم واحد القضية، أنا بغيت نفهم يا بدر، أنا بغيت نفهم واحد القضية عندكم أنتم، هذول اللي تدافعوا عن المخزن، أنتم تدافعوا عن المخزن ب اسمع اسمع، خليني خلي خلي خليني نتكلم، خليني نتكلم، خليني نتكلم، لا خليني نتكلم، لا، انت تدافع عن مخزن، انت راك تدافع، انت نيابة عن المخزن، انت شنو، انت شنو علاقتك مثلا بموضوع الصحراء الغربية؟ شنو علاقتك به؟ انت عايش في قادير، لا اسمعني، خلي جيرانك، اسمعني اسمعني، لا، انت تدافع عن واحد الطرح تتبناه بشكل أعمى، وانا نقول لك فيه امور تقنية، ولكن انت تقولي لا هذيك الامور التقنية لا، خليها أنا والله الصحراء ما المغربية. كنت حاجة أخويا، اسمع اسمع، اشوف انا اسمعني، شوف انا، والله ما شوف عندي انا، جاوبني جاوبني جوابا واضحا، قل لي هل هناك دولة في العالم استرجعت اراضيها مزعومة وبقى لها المجال الجوي عند دولة الاستعمار؟ صعيب صعيب هذا الشيء هذا، لان المشكل باقي كاين، وباقي كاين شويه صداع وهذه، ولكن ما زالت شوف بادر بادر ماشي بادر عشان بادر بادر، شوف شوف شوف، لماذا شوف شوف، فرنسا ما تعترف لكم بالسيادة على الصحراء الغربية، إسبانيا ما تعترف لكم بالسيادة على الصحراء الغربية، اسبانيا اعترف، ألمانيا، قال لك بانه يعترف على شوف اسمع 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 اسمع، رانك شوف تتناقض مع نفسك، شوف احنا اسبانيا اعترفت لنا بان الصحراء مغربية، جميل، ومسكنا لنا المجال الجوي، واسمع واسمع اسمع واسمع اسمع 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 واسمع اسمع اسمع اسمع، اسبانيا اعترفت لكم انتم بالسيادة ومسكنا عندها المجال الجوي. والله يا اخويا محمد كي اعترفت اسبانيا اسمع اسمع، شوف شوف، هي كانت مستنى. انا اسمعك، اقلع الكيت والله، اقلع الكيت، رانا ما نسامعينك، رانا ما نسامعينك، اقلع الكيت والله، اقلع ذاك الشيء، هاي رانا ما تسمعني دروك؟ نسامعينك، تسمعني مليح دروك؟ تسمعني مليح؟ اللي كنت بعرف تليفونك شو تعدل له، ولا شوف شوف كي يا الاخ دروك حنايا كي اسبانيا، اسبانيا اسمع شوف، تعبره، اسبانيا قالت، اسمع اسبانيا قالت نحن مع قالت انا الحكم الذاتي، ادعم الحكم الذاتي، ما قالت لكم السيادة، ما تقدر تعطيكم ولكن السيادة، ما هذا تقدر تعطيكم يدل على السيادة، ان شوف المغرب الحكم الذاتي مقترح لحل مشكلة الصحراء الغربية، هي نفسها هي نفسها، انا نعطيك درك 10 دقائق، جيب لي تصريح بيدرو سانشيز يقول الصحراء المغربية، بيدرو سانشيز ما قال الصحراء مغربية، ولكن قال أنه اش يدعم قال؟ النظام، اش ولكن قال؟ هو قال أنه يدعم، اش قال؟ قال اش أنه قال؟ يدعم ها؟ هذا المقترح، هذا النظام
تسمع المهم راك بعد قلتي هضره. اشياء قولها لي انت، قولها لي انت، قولها لي انت، قولها واش لي انت. تسمع؟ يدعم الحكم الذاتي لحل مشكلة الصحراء الغربية. الحكم الذاتي الغربية وراه كلها الحكم، اصلا الحكم كلها الذاتي تخصص ليش؟ الذاتي. لحل ليش؟ لحل ليش؟ لحل ولكن ليش؟ الحكم لحل النزاع وحل المهم، ولكن تسمعني من الحد. لحل مشكلة الصحراء الغربية. ما تنحل الغربية شوف، لأنه وأنا المشكلة قلت لك شوف شوف، لا المشكلة إسرائيل تعترف لكم بالسيادة على الصحراء الغربية، ما فرنسا لا إسبانيا لا حتى دولة، المجال الجوي ما تتحكموا فيه، المجال ولكن البحري راعي منقلع منكم. اسبانيا هي أول اللي شنو خوتنا قالكم؟ الطريق. شوف اسبانيا هي اللي خوتنا الطريق، عاد انت قلت اسبانيا ما تعترف انها هي اللي خوتنا خوات الطريق، الطريق، هي اللي خوات تدعم الطريق، المقترحات الذاتي، واسرائيل اللي تقول وغير ما عندكم السيادة. أنا نسولك عن السيادة، شوف الصحراء الغربية غدا ينظم فيها الاستفتاء، ما أنت كاينش استفتاء، كمواطن، أنت كمواطن مغربي هل تصوت في الاستفتاء؟ ما كاينش استفتاء. واش دابا كاتالونيا مثلا فيها استفتاء؟ مليون واسمع اسمع اسمع اسمع، البعثة الأممية موجودة في الصحراء الغربية لتنظيم ولو الاستفتاء. يكون، شوف ولو يكون جون بايدن، ولو يكون جون بايدن لن يقع استفتاء في الصحراء أو اسمع الغربية، اسمع لن يقع. اسمح لي اسمح لي لا ما اسمح لي يقع اسمح والله. شوف اسمح لي اسمح لي، في عشيات شوف شوف كامله اسمعني شوف، انت من ذاك النوع، شوف ذاك، انت من ذاك النوع اللي طارت معزه، وحنا نخلوك مع هذيك معز تكرانك طاير بيها. انا والله شوف اذا تم كنت فم حلم، شوف شوف اسمع، وليس عندي شوف انت، الحبس. شوف اسمعني اسمعني، شوف انت تم طاير مع هذيك معز تكفم الصحراء مغربيه، والصحراء مغربيه، انا ما وخليك شوف، وخليكم شوف اسمع، كنت وخليكم مغربي. عايشين، شوف خليكم عايشين مع معزكم هذيك الصحراء مغربيه وصافي، يوسف شي عدل لكم. انا الوقت اللي طلعت معك ما قلت لك عن الصحراء المغربية ولا ما قلت لك عن شكرا شيء. شكرا خويا، انا شكرا مدافع عن شكرا 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 شكرا. تدافع عن هذا؟ تدافع عن هذا؟ احنا نقول لك بانه لا توجد دولة تعترف لكم بالسيادة. تقول لي تفضل عبدو، عبدو طنجو. السلام عليكم. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم كيف السلام. انت؟ بخير اخي، مزيان مع لا راسك؟ بأس الحمد لله، ما شاء الله بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انا طلعت مرحبا غير اقول وسهلا. واحد الكلمة هنيئة لا للمنتخب عرفنا، الصحراء الغربية، لا هنيئة عرفناك بنفسك هي الأولى، عرفنا بنفسك. وانا عبدو من، انا عبدو من طنجة اخي محمد. مرحبا وسهلا، تفضل. اولا هنيئا لمنتخب الصحراء الغربية، وتحياتي لكل صحراوية اخي العزيز، وأنا أقول من عند عبد الطنجة الصحراء غربية وليس مغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم من السلام. عند خط ولكن طنجة. لماذا أنت تقول وأنتم مالك تقول الصحراء غربية وهذا وهذا، تقول له السيادة وتقول له كذا ويقول لك لا الصحراء مغربية؟ ما لا فهمتش يا والله. أخي، لا لا يا أخي، أنا مع الحق يا أخي العزيز، فهمتي؟ أنا مع الحق والله، الصحراء للصحراويين يا أخي وليس للمغاربة، راني مع الحق يا أخي محمد. وش رأيك في هذه المسيرة اللي قالك المسيرة مثل المسيرة؟ المسيرة السوداء ايه هذيك، مساجن، انت تعرف المغاربة مساجن، طلعوا در اصحاب الجلالة بمقطعين، ودر اصحاب اللي دارسين في القهاوي الصنادل المقطعين، طلعوهم في الكاميونات وعباهم من تما. انت عارف المغاربة، الله يحسن العون اخي محمد، انت عايش معنا في المغرب وعارف ولك، المغاربة شنو يسواو. ولكن ما على هذه الدرجة، والدرجة 40 مليون مغربي كاملين يؤمنون، قال لك مشينا حررنا الأرض بالمسيح. لا لا يا أخي، لا 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 يا أخي، لا لا يا أخي العزيز. المهم تحياتي أخي محمد، وتحياتي الناس الصحراء والصحراء غربية أخي محمد، من عند خوت الطنجاوي تحياتي والسلام مرحبا عليكم. وسهلا والله. وعليكم السلام اخوي عبد، شكرا جزيلا. مرحبا وسهلا. هذا مغربي حر يعني. تفضل إيديان طالب، تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل خويا، محمد، عرفنا من نفسك. بخير لاباس لاباس ليك؟ الحمد لله، ما شاء الله بخير الحمد لله، كل شيء بخير. عرفنا بنفسك من مين فضلك، ما نسمعك خويا. كبسوا من فضلكم، كبسوا كبسوا. طالبي عالي طالبي علي تفضل، ما عندك مشكلة.
نورا تفضلي. نورا وسقوط. نورا تفضلي. تفضلي. سني الحق خالد تفضل. السلام عليكم. خالد وعليكم السلام تفضل. معك خالد من المغرب. تفضل خالد. غادي نقول لك الصحراء المغربية. الصحراء عرفنا براسك. المغربية من طنجة للقويرة. عرفنا براسك. عرفنا براسك. عرفنا براسك. راني قلت لك راني قلت خالد من المغرب صح. ما قلت لنا كاع خالد من المغرب، قلت لنا لا الصحراء مغربية. خالد من المغرب. الصحراء مالها؟ شكون؟ الصحراء شبيها؟ المهم الصحراء مغربية. الصحراء مغربية؟ منين أنت مغربية مسكينة؟ منين أنت مغربية مسكين؟ ايوا منين أنت رجعناها مغربي؟ منين أنت مغربية مسكينة؟ منين أنت؟ كيف منين أنت مغربي؟ مغربية بالتاريخ بكل شيء بالتراب ومن منين؟ منين أنت مغربية منين؟ متى حجرة معروفة كانت مغربية؟ متى كانت؟ بالتاريخ بكل شيء باش ما بغيتي ما كاين لا تاريخ لا شوف عندكم باش لا ما تاريخ بغيتي احنا شنو؟ دايما وما عمر ما الصحابة كاين لا اللي كانوا تاريخ يحكموا ما كاين لا تاريخ ما شنو عمر هو تاريخ؟ ما وشوف ما كاين لا تاريخ شوف ما ابحث عنه الحسن الثاني لين عيا ما لقى التاريخ وجا محمد السادس وبحث على هذاك التاريخ لين عيا ما لقى منين هو هذا التاريخ؟ هذا التاريخ التاريخ منين؟ أعطينا هذا التاريخ. إذا شوف إذا جينا نبحثوا على التاريخ حتى الجزائر خصها تعطينا ديك الصحراء واخليك من الجزائر الروابط واش تاريخي الجزائر بين فاش خاطرك أراضي جزائرية. واسمع واعطينا باشية مغربية اعطينا التاريخ ما هو كاين ما هو كاين ولو تجيب الميكروسكوب تبحث على التاريخ ما تلقاه. التاريخ رحنا فيها، شكون اللي عايش في الصحراء دابا؟ شكون اللي كاين في العيون الداخلية؟ انت تسينيالي عندي انك علاش تسينيالي؟ لا سينيالي لا غير عندي الكونيكسيون ناقصة. عندك الكونيكسيون ناقصة. المهم ادريسي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كنقول لك اخويا الصحراء مغربية. هو عرفنا براسك عرفنا براسك انا عرفنا براسك خويا دريس انا ولد الرباط نجيود في الرباط هو هي غير الرباط. قلنا دريس من الرباط وهيك الساعة قلنا مغربية ولا انا قلنا من الرباط اخوك دريس مغربي حر عاش الملك الصحراء مغربية وكيفاش مغربي ولكن معلوم كيفاش مغربي مغربي معلوم مغربي ولكن كيفاش ولكن كيفاش وانت عجزتي اليوم دابا انت عجزتي غادي تقول لينا كيفاش مغربيه ولكن ما هي مغربيه ولكن اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي ما تعصب ما تعصب ما تعصب ما تعصب ما تعصب شوف شوف وشوف اسمعني شوف 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 هي فيها بعثين قالها البعثه الامميه لتنظيم الاستفتاء فيها من 32 عام ما كاين حتى دوله تعترف للمغرب بالسياده عليه استفتاء البحار الحكومه لان استفتاء انتم ما بغيتوش تعترفوا بالمغرب ما بغيتوش تعترفوا بالسياده المغربيه ما بغيتوش تعرفوا بالثقافه اللي وصل لها المغرب ما بغيتوش تعترفوا بالقوه اللي عند المغرب ما بغيتوش تعرفوا بان القدرات اللي عند المغرب ما كاين عند حتى شي دوله هذه ما بغيتوش تسرطوها في الدماغ ديالكم باقي حتى واحد في الدوله العالميه ما باغاش يسرطها المغرب بزاف عليكم المغرب بلاده بلاده الارض ديالو قادر ياخذها باش ما بغى بصحه بالخاطر لنا ديالنا ما بنيتو فيها حتى عماره ما درتو فيها حتى بريقه مقاده كلشي مبني فيها غير بالطين وكتقولوا باغيينها نتوما بداو عطيو للناس ياكلوا الماء ما لقاوش يشربوه تشوه حتى خوتنا الجزائريين تشوهوا على والو حشومه المغرب صعيب عليكم ديروها في راسكم راه ما توصلوش للمغرب واخا تعيو ما ديروه في الفيتان حنا قاري القران بزاف عندنا علماء كبار لا في الطب لا في اي حاجه والبلاد ديالنا غاديه في ازدهار بغيتي تجي للمغرب مرحبا بك بغيتي تجي مرحبا بك اما باش دير المستقبل ديالك بهذه الفتنه هذه يا اخي انا ما متفقش معاك الناس السياسيين راه قاعدين بالامور ديالهم خلينا نوليو خوت المغرب راه حتى واحد ما يقدر عليه انا كنقولها وكنعاودها
المغرب حتى واحد ما غادي يقدر عليه، لان المغرب دوله اسلاميه حره ليبراليه، دير اللي عجبك ولكن تحصل تودي صافي. هادشي جيني كنجيك من الاخر خويا، هذا ما كان. وتحياتي لك والبرنامج ديالك. لحظه لحظه، احنا بغينا نناقشوا معاك، شويه صافي. هادشي اللي كاين، انا راه قلت لك كاين، قلنا معايا ناقش معايا ناقش معايا ياك ما كزربان، ياك ما كزربان، ما زربان خويا. لحظه شوف انا قول لي، اسبانيا دخلت الصحراء الغربيه 1884، شكون اللي لقات في الصحراء الغربيه؟ لقات الضعافه، ولقات الهمجيين، ولقات الموسخين، ولقات العبيد، ولقات ما لقاتش الرجال. ولقات الرجال بحال اليوم، حنا وقفنا على رجلينا الحمد لله، وبالعزيمه ديال الله سبحانه وتعالى وقفنا على رجلينا وغادي للقدام. واقول لهم دابا يجيو يدخلوا عندنا، قول شي دوله تدخل. داكشي كان بكري، كان زمان، كانت في ايامات الجاهليه. اما اليوم حنا قرينا، وصلنا، صيفطنا وليدنا يقراو في برا، قراو في البلاد، كونوا البلاد، تامرنا في القراءه ديال القران، الدين ديالنا غادي بخير وعلى خير الحمد لله. اش غنقول لك؟ الحمد لله. دابا هاد الساعه هادي خصنا غير نتفاهموا بعضياتنا وصافي، ما خصش بنادم يبقى غير بلاتي غير. لحظه شوف لحظه، وانت حررتوا انتم الصحراء، انت حررتوا والصحراء راه محرره من مده وطول مده وزمان. لا غير انت حررتوها، لا انت حررتوها وصاير الوطن محرره من مده. شنو سنه حررت؟ شنو سنه حررت؟ 1975 تحررت الصحراء المغربيه. انت ايش؟ من سنه؟ 1975 فاش مزيود انايا. باش حررتوها؟ باش حررتوها؟ حررنا بالكتاب القران وبالسلم الحمد لله، لا مضاربه لا صداع لا وسواس لا باش حررتوها؟ باش برجلينا باش حررنا. كيفاش حررتوها؟ كيفاش حر باش حررت؟ برجلينا دخلنا ليها، مشينا ليها، مشينا دخلنا سخنا. ايه حتى واحد ما بقى مازال بغى يخرجنا. وشنو هو اللي كان ديتو معاكم؟ الماس ولا شديتو معاكم ولا السلاح ولا باش؟ كانوا جبدوا عندنا الماس، غنجبدوا عليهم الماس. لا غير شنو الساعة اللي مشيتوا انتم، الساعة اللي مشيتوا باش مشيتوا لهذيك الصحراء، شنو باش مشيتوا؟ باش مشيتوا شنو ديتو معاكم؟ شنو دينا معنا؟ الماء والخبز والقران والماكله ديالنا والعداد ديالنا باش ندخلوا نعيشوا واحد المده على ما نشوفوا القضيه كيفاش غتكون. والحمد لله الارض ارضنا ودخلنا بسلام، اللهم لك الحمد. كل شيء هادشي داز تيسير. الانسان تيسير. الانسان ما خصوش يهبش. جاب الله تيسير، ولكن جاب الله تيسير. دابا غير فهمني اخويا، مع احتراماتي لك غادي نموتوا وغادي نخليو غير فيتنا الناس اخرين. لا غير شوف اسمعني اسمعني اخويا ادريس، اسمعني ادريس. انا غير باش نفهم. شوف معانا الناس من وقت المغاربه، معانا الناس من الجنسيات الثانيه، بغاو يفهموا كيفاش انتم كيفاش حررتوا هذيك الارض. بصحتنا حررنا بصحتنا وبالقانون بكل شيء باش ما جا الانسان. وتا دابا المغرب الى فهمتني ما فهمتني ما دريس 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 دريس، انا بغيت نفهم كيفاش حررتوا. انا مين نسولك كيفاش؟ اشرح لي، قول لي مشينا ودخلنا وما بين المقاومه بعد منين الملك الله يرحمه ديالنا الحسن الثاني عطى الامر باش نمشيو للصحراء المغربيه، مشينا للصحراء المغربيه ديالنا صافي. هادشي اللي كان واللي قالها الملك حتى اليوم. ولكن ما فهمت كيفاش اشرح لي انا، بغيت باش نعرف. انت دابا اسمع لي انت دابا فهمتي كل شيء، انت راك ماشي دري صغير، انت راك ماشي دري صغير. ولكن اسمع لي، شوف اسبانيا، اسبانيا كان عندها الصواريخ، عندها الدبابات، عندها كل شيء، عندها الجنود، عندها كذا. ما يمكن تشوف غير واحد الناس جايين في الكاميونات وتنخلع منهم وتمشي. اسيدي داكشي ديال الاستبليون بينه وبين المغرب. ما فهمت. يعني بينه وبين المغرب، السياسه اللي كانت بينه وبين المغرب. بيا في العالم، شوف في العالم كامل، شوف في العالم كامل، شوف في العالم كامل ما كانش دوله حرت الارض بالمسيره. اذا قلت لك شنو قلت لك انايا؟ قلت لك الله يرحمه الحسن الثاني كانت عنده اتفاقيه مع الملك ديال الصبليون، علم الله شنو كانت تما، وحررناها بخير وسلام. شكون اللي عرف؟ لين معاذ الله. ولكن اسمح لي، شوف ولكن اسمح لي، واش منين جيتوا؟ فمنين جيتوا للصحراء؟ يعني مثلا ما اسبانيا ما دخلت معاكم في حرب، ما خلاتكم تدخلوا صافي. ما كانت لا حرب لا والو، كانوا الناس حساسين على الاراضي ديالهم. منين حنا وقفنا في الماكينه ما دافعوا ما والو، هزوا العتاد ديالهم ومشاو الله يسهل عليهم، وحنا دخلنا للارض ديالنا. وشحال من وقت عطيتوهم باش سموه؟ شحال عطيتوهم من الوقت؟ كل عقل. انا خويا كنت ذاك الساعات باقي الله دري صغير، انا ما قاريش التاريخ، انا عم كلخ، انا غير كنقول لك على داك الشيء. ما قاوموكم ولا شيء؟
انما بين المقاومه كتكون بعد خطرات، وانما المقاومه ما تكونش بحال اللي كانت ذاك الساعات منين شافوا ذاك الشيء. واش قاوموكم واش قاوموكم واش واش هما شافوا القران؟ شافوا القران شافوا القران شوف شافوا الكمينات وشافوا القران. الله يجازيك بخير، خلي القران الله يجازيك بخير، خلي القران في التيقار. وانتم اللي ديتوه معاكم، انتم اللي ديتوه معاكم، احنا انتم اللي ديتوا معاكم القران. واش هذيك واش هذا واش هذا؟ اسمح لي انا، شوف اسمح لي نشوف، اسمح لي شوف، انا بغيت نفهم علاه ديتو معاكم القران. وتا اي واحد كيدي معاه القران، واش غير تما دينا معنا القران ولا القران؟ فين ما كنا كاركر فيه هز في القران، فين ما مشيت انا هز معايا القران، دابا هز معايا القران. واش تخرب؟ ولكن هذيك الساعه راكم، ولكن هذيك الساعه راكم ماشيين باش تموتوا، راه الانسان راه يقدر يموت في هذيك الحاله. ما غاديش نموتوا، احنا غاديين على اساس راه سيدنا الله ينصره والله يرحمه مسكين قالها، قال لك غادي تمشيو ما تضربوش، راه ما غاتضربوش، مشيتوا بالسلم غيشوفوكم، خلوكم دخلتوا لبلادكم تبارك الله، بغاو يقتلكم تقاتلوا معاهم، صافي هذا ما كان. منين مشينا احنا ما تقاتلوا معاهم، ولكن باش تتقاتلوا، ولكن باش تتقاتلوا معاهم، واش عطاكم شي ماس، عطاكم شي دبابس، عطاكم شي حديد، عطاكم شي واش ديتو معاكم الحجار، واش ديتو معاكم شي ولا مشيتو؟ احنا مغاربه، احنا مسلمين، قلت لك احنا اول دوله في الاسلام كتعترف بالاسلام اخويا، احنا المغاربه ما كنتقاتلوش اخويا، احنا ما كنتقاتلوش، احنا ما كنتقاتلوش. ولكن ولكن ما فهمت انا كيفاش مشيت، واش ديتو معاكم شي ولا مشيتو غير على الله؟ الاغلبيه راه غتغلب، بيان سور الاغلبيه كتغلب خويا، اش تخربق؟ الاغلبيه كتغلب، راه حنا مشينا اغلبيه ما يقدروش كاع داك القرطاس اللي عندهم غيطلقوا. هذيك 350، هذيك 350 الف اكثر من 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 جنود هموما. يا ودي الجبل انت كتخربق الامور، انت باغي دير غير الفتنه صاحبي، باغي تطلع البروفيل ديالك، ماشي معقول هادشي. المغرب راه صعيب عليك بزاف، الله يجازيك بخير، وحاول تهضر على شي حاجه. غير ما فهمتني، غير ما فهمتني، ما فهمتني، اسمعني اسمع، شوف شوف اسمعني اسمع، ولكن انا ما قلت لي، قلت لي قلت لي انت قلت لي قلت لي قلت لي انتم 350 الف اكثر منكم، اكثر منهم هما. واو دي داك الوقت اللي مشاو للحرب راه ما كانوش عالمين صبرين غادي تكون الحرب، راه حنا مشينا منا ملي كتبغي تتعلم عليها، فهمتي؟ قفلتوه قفلناهم حسبات كما بغيتي تحسبها. مهم شوف الصحراء المغربيه، قفلتوه بعد داكشي ديالك. انت منين في الرباط؟ انت منين من الرباط؟ انت منين من الرباط؟ غير اسمع لي نقول لك من الرباط، منين الرباط؟ وانت منين من الرباط؟ انت منين من الرباط؟ انا متقدم اخويا، انا ولد معاضيض، انا ولد معاضيض، ولد معاضيض، اش المعاضيض؟ المعاضيض راه نعرف انا المعاضيض. برافو انا راه كنت ساكن في الزنقه 5 والزنقه 7 في المعاطي. ولكن قولي، ولكن قولي واش عد واش درت لهم هذاك الشيء ديال المعاضيض ولا اش؟ لا ما كاين لا معاضيض، انا نقول لك بان المغرب دوله عظمى، ديرها براسك مزيان، غادي تفرح اي واحد. مع هذاك اللي كيبقى يهضر على المغرب خايب، كدور الوقت وكيطيح في المغرب، كدور الوقت وكيحصل، يعني خليها لك المغرب وهضر على شي حاجه اخرى، شي موضوع اخر، هضر على شي اصل اخر، خلي غير المغاربه عليك افتقار، خلي عليك المغرب غادي افتقار. الله يرحم لكم الوالدين في هذا النهار، خليونا في مشاكلنا، مشاكلنا قد فهمتي. الله يجازيك بخير، ما هضر في شي موضوع اخر، هضر في شي ثقافه اخرى. شنو قال الموضوع اللي تختار؟ شنو الموضوع اللي تختار حاليا؟ شنو تختار حاليا؟ هضر في السبيطارات اللي ولاو كيتحسنوا، هضر في الطرقه اللي ولاو زوينين، هضر في المشاريع اللي كنديروا في البلاد ديالنا، هضر في شي مشروع اللي القاموس مثلا، القاموس القاموس هذاك اللي القاموس هذاك اللي جابوا لكم، ماشي مشكل هذاك الشيء. شوف اعمال خير، حنا عايشين، حنا غنمشيو، بغينا نخليو لوليداتنا حياه سلميه، حياه زوينه، حنا بغينا طريق دي من افريقيا، من السنغال، من هذاك حتى للسعوديه ان شاء الله باذن الله، بيت الله الحرام يوصلوا الناس كاملين ويحجوا الناس كاملين ويدوزوا على المغرب وعلى تونس وعلى الجزائر وهذا مصر ويمشيو. خليو نخليو وليداتنا يعيشوا حياتهم، الفتنه خايبه على الشيطان، غير اللي شبع شويه ديال الفلوس ولا شويه ديال الخبز ولا بنت لواحد الفكره كينوض بدا يعلق حشومه عليكم، راه الله قادر بهذا الكون، الله سبحانه وتعالى قادر بهذا الكون، بلا ما يبقى بنادم ينوض فتنه. خوتنا الفلسطينيين راه كيموتوا، السوريين كيموتوا، وحنا قاعدين كنضربوا على والو على والو، في العود نعاونوا الناس اللي في محتاجه، اليمن محتاجه للخبز، الناس محتاجين للخبز، حنا كنشوفوا بعينينا الحق والباطل، وكنميكو وكنبغيو غير نهضروا في الحوايج اللي تافهه، هادشي كله تافهه، هادشي التاريخ تافهه، خصنا نشوفوا المستقبل، اما التاريخ فات اللي فات مات. معاك انا، معاك انا معاك، نشوفوا اخويا القدام، نخليو لوليداتنا خير، نخليو الامه ديالنا الخير، نصلحوا لقينا ما نصلحوا، ربي خلقنا في هذه الارض باش نصلحوا بعضياتنا، باش ماشي ناكلوا بعضياتنا. الله يهدي ما خلق، وتحياتي لك وسلمية، الله يطول عمرك. شكرا أراك قلت لك كلام ما شاء الله. شكرا خويا ادريس، شكرا شكرا واش شكرا خويا.
عبد الحق كريم ان شاء الله، كريم ان شاء الله. عبد الحق تفضل. عبدو فالنسيا، عبد الحق طلعناك يا غير. عبدو تفضل، عبدو فالنسيا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بخير، وانا نسلم عليك. لاباس الحمد لله. هو سلم علينا، احنا ناقشوا موضوع. تفضل عرفنا براسك ومنين تفضل. الصحراء. عرفنا براسك حاجة، عرفنا براسك ومن بعد. عبد الله، عبد الله مغربي. مرحبا، تفضل تفضل. احنا نناقشوا موضوع الصحراء الغربيه، انت سميها اللي بغيت، اعطينا فيها واش جد العلمي. ما تولي مغربيه كش قال بالكيران. اقلع من العلمي تعود للصحراء الغربيه. ايكوال، كله الطرق تؤدي الى روما. يا لو تفضل اعطينا فيها وجهه نظرك. الصحراء شو نقول لك اخويا، مرة الصحراء ببلاصتها وصافي. بلاصتها شنو؟ ها؟ بلاصتها كيفاش بلاصتها؟ كيفاش بلاصتها هي؟ راهي بلاصتها هي. أنا دابا ساكن مع سميتو شي بوليزاريو هنا في فالنسيا، عايشين بخير فهمتي، نتقهوى وكل شيء، ما كاين حتى شي حاجة فهمت. ولكن أنا ما سولتك، انا قاعد ما سولتك على سون. وهذاك علاقاتك انسانيه، على انت عايش وحدك، انت عايش لا مع الصحراويين، راك عايش مع الصباليون، وعايش مع امريكا اللاتينيه، وعايش مع العالم كامل. لكن نسولك هذيك الصحراء اللي اسمها اللي تسموها انتم المغربيه، باش كانت مغربيه قبل 75؟ صافي، هما علاقاتك البشريه اخي، ما احنا نسولك عنها. ما عندي حتى فكره، انا ما نكذبش عليك. ماشي مشكل. شكرا خويا، مرحبا. الله يخليك، شكرا، مرحبا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام سكورة، مرحبا وسهلا والله. شاري عندكم ياك لاباس؟ ما شاء الله بخير، انت لاباس؟ الحمد لله، الحمد الله لله. حبيت نبارك واحد الحاجة أثارت ضحكتني البارح عندك في اللايف. كانوا يكتبوا لك لتحت، يكتبوا تحية للمروك، تحية للمروك، ويحطوا في علم من تاع ألبانيا. شفتم ولا ما شفتمش؟ ما شفتم، ما رديت البال. ما يفرقوش السادة ما بين العالم من تحم وعالم ألبانيا، يقسموا بآية الرحمن، غير حاطين العالم من ألبانيا وقلت فيفا مروك وفيفا مروك. هو مساكن، يعني مساكين الله يسامحهم. ما بالك يا أستاذي الفاضل أنهم يفرقوا ما بين، يعني حدود ما بين دولة ودولة، أنهم عالمهم ما يفرقوش بين بيناتهم مع ألبانيا، وحاطينه ويعني وبكل ثقة في النفس، وتقول لك فيفا المروك، ما هوش واحد وما هوش زوج. تمنيت أنك سجلت، أنا ما نعرفش نسجل انتبه. باش نحطوه يعني. وما وهم ما الله العظيم، وهم مسكين كعبة تدي عليهم. ما تدي عليهم، ما تدي عليهم. تحياتي لك أخي محمد. تحياتي. السلام عليكم. مرحبا وسلام. سلام والله، مرحبا وسهلا. سلام. كريم مرحبا وسهلا. السلام عليكم. صحراء مغربية 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 وما يلتو عليك كل شيء. السلام عليكم أخي كريم المستغالي. الله يا محمد، أطوي هذا الملف تاع الصحراء الغربية، دينهم الملف تاع الصحراء الشرقية، لا بغيت ربي هذا الملف تاع الصحراء الغربية سيد داو الصحراء الغربية هذه. دوك انا ما نفهمش، مشات ومشات حكم وراهم، وراهم مشاو، مشاو انتقلوا الملف. والله يا محمد نتأسف من هاد الناس، كيف ما يفهموش. تخيل البلاد تاعك عندك سيادة، كيف السيادة والجو، مجال الجو الإسباني، اقعد وحدك وتذكر كيف انا يا بلادي ونعطيها للناس. انا قلنا لهم
راك فيها عام قال لك المستحضره الصحراء الغربيه مغربية. يا اخي مغربيه، انا ماذا بهم يجيبوا منا الخريطي شويه يا سيدي نستنى. نقول للعياش اللي راهم هنا ماذا بكم تجيبوا لنا منال الخريطي باش يطوي هذا الملف تاع الصحراء الغربيه، وان شاء الله يعاود يفتح لنا الاخ محمد له التحيه ونحبه كما محبه في الله واستاذي على كل حال يدير لنا ملف تاع الصحراء الشرقيه راه في عام والصحراء الغربيه يعطيني الدليل ان شاء الله خير. والله يا خويا محمد تقول له على المينورسو، كنت تقول له ما معنى كلمه مينورسو الا اعطاك، انا نتحداك الا يعرفوا كلمه مينورسو اللي راه يسمع فيها يطلع. هذا الشعب انا ما نقدرش نتحاور معاه، نكذب عليه. الله يعطيك الصبر. انا دي نقول اخويا ومبروك عليكم اليوم درتوا خطوه الامام، درتوا فريق الصحراء الغربيه وراه شرفنا بالجزائر وشفنا كيما يقول لك الرايه المغربيه كيما يقول لك الرايه الصحراويه، والحمد لله لك. ونحن نتمنى ومن تمشي اخواني المغاربه الاحرار لهم التحيه فاني كذلك. وهذه اللي نقولوها احنا ماذا بنا ان شاء الله كما يقول المياه ترجع لمجراها الطبيعيه، واعطوا هذ الناس حقهم، هم الدين الدين غيرك نكسروا راسكم ان شاء الله. هو نبدي نتصل حقا، انا ما نطولش معك الكلام. مرحبا بسلام، مرحبا بسلام. ما نكذبش عليك، نبغي نتمتع مع العياش. السلام عليكم ان شاء الله. مرحبا بسلام اخويا كريم، شكرا شكرا والله. مرحبا سعيد، تفضل. دراسة محمد لاباس عليك. سعيد لاباس، الحمد لله ماشي. لاباس الحمد لله ماشي بخير، ماشي مزيان صحيحة الحمد لله. عندك ليكو، لا عندك ليكو تردد، عندك الصدى ياك. بلاتي دابا مزيان الآن على ما أعتقد. تفضل عرفنا بنفسك ومن مين تفضل. مشيت مشيت ياسين كاماتشو، مرحبا وسهلا ياسين، تفضل ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تقطع عندك الصوت. كبسوا فمكم، كبسوا. الصحراء المغربية والصحراء الغربية ذات القلبة احنا ما نحتلوها. لا عرفنا من نفسك، عرفنا من نفسك منين فضلك. عرفنا من نفسك منين فضلك. ما تلين سامعينك، ما تلين سامعينك. الليلة السينيال شديد. إيهاب، إيهاب ميلانو تفضل. إيهاب تفضل. إيهاب تفضل. ما نسمعينك، ما سمعناك. ما سمعناك. عبد الواحد تفضل. سيمو تفضل. هناك مشكلة السينيال الليلة. سيمو تفضل. سيمو تفضل. سيمو تفضل. عبد الحق مدريدي. عبد الحق تفضل. عبد الحق تفضل. الو با شيت، ما تلينا سامعينك. اليزيد تفضل. كبسوا من فضلكم، كبسوا كبسوا. تفضل يزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو الموضوع ديالك؟ انا يا عرفنا بنفسك. من منين خويا؟ من قلبي مواد نون. تفضل، موضوعنا هو الصحراء الغربية. تفضل.
فين كاين الصحراء الغربية؟ حدد لي الحدود ديالها. انا ما عرفش الحدود ديالها، ما عرفتهمش. تيك توك محمد او او ميت ون تيك توك مات، تفضل. محمد فيرونا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا لا كانوا كاع الموسيقى، الموسيقى تفضل خويا. تفضل الاخ الرادي، عرفنا بنفسك فضلك. مني محمد. من منين؟ مغربي. لا عرفتك مغربي. من منين؟ نعم سمعتك. من منين؟ مش من مكان معنا. انا من اقليم بني ملال. اوكي تفضل. ولكن انا تنعيش في اوروبا. ايطاليا. ايطاليا تفضل. في ايطاليا. تفضل. إيه تنتبعك شحال مره، تتهضر تتكلم على الصحراء، تتكلم على شي الحوايج وداك الشيء. إيه نسولك غير نقطه واحده، لا فاميل ديالك فين كاينه؟ واش لا يتناقش معنا موضوع الصحراء الغربيه ولا ننزلك؟ نو ماشي غادي نتناقش معك. وهذا سؤالاش هذاك، هذا سؤالاش فاميلتك يعني. على انا دخلت لك انت فاميلتك، انا نسولك انا على فاميلتك انت. انت واش لا يتناقش معنا موضوع عام يستافدوا منه الناس والله تنزل؟ واش انت طلعت باش تنزل؟ طلعت باش تناقش؟ احنا هون انتظرك، شوف يشوفوك الجزائريين والتوانسه والليبيين وكذا. هذو الناس يبغوا، اسمعني بشوي. هذو الناس يبغوا يشوفوا شكون اللي عنده الحق شكون اللي ما عنده الحق. انتم منين تطلعوا انتم كمغاربه وتبقوا تطرحوا الاسئله الشخصيه، والجزائريين يناقشوا الموضوع والصحراويين يناقشوا الموضوع، يقول لكم انتم المغاربه اذا انتم هذيك الصحراء ما هي لكم. واش فهمت الخطوره ديال هذا الشيء اللي كتعدلوا انتم؟ واش فاهمين ولا غير مدفقين؟ ايه ماشيين. واش كاين شي جزائري يطرح عليك سؤال شخصي؟ واش انا طرحت عليك شي سؤال شخصي؟ واش انا جيت عندك انت في حسابك نقول لك جداتك ولا عمتك ولا والديك ولا كذا، واش انا طرحت عليك سؤال؟ واش سمعتني انا طرحت شي سؤال على شي واحد هنا على عائلته؟ انا تسمعك دائما، انا متبعك. وناقش معنا، واش باغي تناقش معنا موضوع الصحراء الغربيه ولا تنزل؟ متبعك. واش باغي تناقش معنا موضوع الصحراء الغربيه ولا تنزل؟ ناقش معك. يلا اعطينا اعطينا بماذا هذه مغربيه؟ اعطينا هذه الارض بماذا هي مغربيه؟ يلا. قبل 75 مغربية. باش 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 شكون يحررها؟ شكون يحررها في 75؟ شكون حررها؟ شكون حررها؟ شكون حررها؟ انا الوالد ديالي يوبا كان تما هذاك التاريخ. حررها. كنت انت باش حررها؟ كنت انت ولا كنت واحد اخر؟ اسمع شوف محمد محمد اسمع. انت بنفسك عش في المغرب. واسمع وشفتها انك شفتها انت درك. شوف سمع شوف يسمعوك الجزائريين ويسمعك تقول انت مات انت، يقول لك هذا ما عنده حق. انا بس اسمع وقلنا لك شوف واشوف واسمع اسمع شوف شوف انا قول لي 92 سنه واسبانيا في الصحراء الغربيه، شكون اللي كان في هذيك الصحراء؟ شكون اللي كان فيها؟ شكون اللي كان فيها؟ يا قول لنا انت شكون. كانوا مستعمره الاسبان. ايوا شكون اللي خرج الاسبان؟ ايوا شكون اللي خرج الاسبان؟ شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي خرجهم؟ خرجتهم انت ولا انا؟ شكون اللي خرجهم؟ انا راه كبر منك سن. وشكون اللي خرجهم؟ واش تفهم سؤالي؟ شكون اللي خرجهم؟ قول لي. خرجناهم المغاربه الاحرار. خرجوا المغاربه الاحرار. باش خرجوهم؟ كيفاش باش خرجوها؟ باش خرجوا؟ خرجوا المغاربه الاحرار اللي خرجوا. باش بعد جيت وتنوض وتقول لي طاطا من هنا هذيك من هي. وباش باش خرجوها؟ باش مش باش خرجوها مثلا؟ باش خرجوا؟ واش نسيت الاصل ديالك؟ ما هو شفت
نسيت الاصل ديالك. الا هي نزلك وصافي، اش لي نعدلو لك، اش لي نعدلو لك. شفت ما رضيتش. شفت شفت، حنا نقولوا لك ناقش الموضوع باش تستافدوا الناس. قالوا كانك تتكلم مع الحيط، تعرف الحيط، الحيط يفهمك، الحيط تقول له كلمه يفهمك. سام ساكن، خرجها جدي ولا عمي، انت ما راك مصدي. كبسوا كبسوا. المهدي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا محمد، شحالك؟ تفضل. لاباس الحمد لله، ما شاء الله بخير. اسمو فيك لاباس. لاباس الحمد لله، ما شاء الله بخير. الحمد لله. انا اول حاجه بغيت نعرفنا، لا عرفنا بنفسك، عرفنا بنفسك. من مين؟ المهدي. مهدي مغربي. من منين؟ اشلحي اشلحي. من منين اشلحي؟ العيون يا محمد، من العيون. من العيون. او تفضل قولي. المباراه ديال المباراه ديال اليوم ديال، اسمح لي انا نسولك قبل ما ندخل. ارى عندك مشكله، عندك مشكله في الصوت. اقلع الكيت، اقلع الكيت، والله اقلع الكيت. اوكي اوكي داكور. اطلع تسمعني دابا؟ هذاك نسمعك. شوف، الو محمد، اذا كنت تسمي هيك الصحراء المغربيه بالمغربيه، قول لنا اي متى تم تحريرها من طرفكم انتم. اوكي، قبل ما ندخل معك في النقاش الا كان ممكن، انا عندي لا 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 المباراه مهدي. قبل ما ندخل في النقاش، سؤال المهدي. المهدي والمهدي، واش بغيت ننزلك؟ واش بغيت ننزلك؟ واش انت طلعت باش تنزل؟ واش انا طلع باش تنزل؟ وانا ما تناقش معايا الكوره، ما تناقش معايا، نناقش معاك موضوع ينقال الموضوع. والله الا غير بغيت نعرف، غير بغيت نعرف واش باب، واش ننزلك؟ فوت الكوره، يلا فوت من الكوره. قول لنا اذا كنت تقول بانها الصحراء هذه مغربيه، قول لنا بماذا هي مغربيه قبل 75. انا نجاوبك بالخلاصه، وهاد الاجوبه ما تبقاش تكثرهم على المغاربه اللي شويه ما فاهمينش في السياسه، وطلعهم باش يتسمع بهم اصحاب المتابعين ديالك ديال من الجزائر ومن تقول من المهدي. المهدي المهدي المهدي، سؤالي واضح. شوف سؤالي واضح، اذا كنت تقول الصحراء مغربيه قبل 75، قول لنا بماذا هي مغربيه قبل 75. انا نعطيك الجواب. الصحراء نهار وصلت المحكمه الدوليه، ما قالت الصحراء مغربيه وما قالت الصحراء للبوليزاريو، يعني قالت هناك مشكل. يعني حنا كنناقشوا هذا المشكل، لو كانت هذه الصحراء بوليزاريو لو كان قالتها المحكمه الدوليه وانتهى الموضوع، ولا كانت مغربيه لو كانت مغربيه وانتهى الموضوع. يعني كان هناك مشكل، حنا كنتفاوضوا على هذا المشكل اللي حنا وصلنا ليه اليوم، بلا ما تبقى تطر على اسئله على الناس. يا غاري يا المهدي، يا المهدي. نعم. يا المهدي. نعم نعم. شوف انت ساكن في العيون يا قلت لي. في فيها المينورس وياك؟ لا نعم. لاش كاين المينورس؟ على هذا الشيء اللي قلت لك. لاش كاين المينورس؟ يعني كاين مشكل في القضيه ديال لاش كاين المينورس؟ جاوبني على السؤالي، لاش كاين المينورسو؟ المينورسو شنو هو الهدف ديال المينورسو؟ لاش كاين المينورسو؟ انه كاين مشكل في القضيه، كاين مشكل في لاش كاين المينورسو؟ لاش كاين المينورسو؟ وا محمد، وا محمد خليك معايا. لاش كاين المينورسو؟ لاش كاين المينورسو؟ ما هي مهمه المينورسو؟ انا ما نعرف، شرح لي هذه القضيه ديال المينورسو عندك. انت المينورسو اسمها باللغة العربية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. أوكي، لماذا هذا الاستفتاء؟ أسمع أسمع أسمع، لماذا هذا الاستفتاء؟ ولمن موجه هذا الاستفتاء؟ أنت كم لك تسكن في العيون؟ سنين وأنا في العيون لحد الساعة. كم من سنة؟ كم من سنة تسكن في العيون؟ من 95 من 95 وأنا من 95. هل في 95 هل استدعيت أمام لجنة تحديد الهوية لتحديد هويتك كإنسان سيصوت في الاستفتاء؟
أنا لا، أنا لم لا. لا. أهالي المغاربة الذين يسكنون في العيون المحتلة استدعوا إلى لجنة تحديد الهوية ليصوتوا في الاستفتاء. نعم، كان هناك المغاربة الصحراويين من أي طبع عمر. شوف، أسمع. أنا نقول لك، هل قبيلة غير الصحراويين في لجنة تحديد الهوية؟ لا، غير صحراويين فقط. قبائل. ولماذا قبل الصحراويون ولم يقبل المغاربة؟ هذا المشكل اللي قلت لك. المشكل يعني كان هناك مشكل. المحكمة العالية. يا المهدي. لماذا الصحراويون هم الذين سيصوتون في الاستفتاء والمغاربة ما يصوتوا في الاستفتاء؟ ولا حيت هناك مشكل. الاستفتاء كتقول هاد الصحراويين الا بغاو يبقاو في المغرب يبقاو مغاربه، يعني ينضموا الى المغرب، وإذا كانت الى صوتوا بلا راه يكونوا الدوله ديالهم. ايوا يا انت قلت لي الصحراء مغربيه، انت قلت لي الصحراء مغربيه. اسمع اسمع، هو الصحراء مغربيه ولا يوقع فيها واحد الاستفتاء، وانت كمغربي ما تصوت في الاستفتاء؟ واش منطق هذا عندك؟ دقيقه. انا ما عنديش مشكل النزاع. هاد الاستفتاء كيصوتوا فيها الناس السكان اللي كيكون فيهم النزاع، بحال جنوب السودان. يا المهدي يا المهدي، اذا كانت اسمع، اذا كانت هذه الارض اسمع 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 شوف اسمع إذا كانت هذه الأرض مغربية، كيف ما تقول أنت، كيف ما يقول لكم النظام السياسي في المغرب؟ نعم. إذا كانت هذه الأرض مغربية، خاصكم أنتم كامل المغاربة، لا اللي في طنجة، لا اللي في وجدة، لا اللي في الخارج، لا اللي في الداخل، كامل تصوتوا على هذه الأرض وتقولوا عن أنها أرض مغربية ولا غير مغربية. نعم. لكن كيفاش الأمم المتحدة قالت لكم أنتم لا، أنتم مغاربة ما تصوتوا في الاستفتاء؟ شنو معناه؟ انا نعطيك المثل ديال هذا الاستفتاء ديال الصحراء. وقعت في اسبانيا اللي هي منطقه المهدي. خليني المهدي يا المهدي، انا ما تمشي لي لا، شوف ما تمشي لي لا اسبانيا، شوف انا ما تمشي لي لا اسبانيا، اسمع اسمع، تقول راهي تابعه لفرنسا. اسمع انا ما تمشي لي لا لاسبانيا ولا للمريخ. انا نسولك، شوف انا نسولك، اسمع انا ما تقول لي لا اسبانيا ولا المريخ، انا ما نسولني عن هذا الشيء، ما عندي عدل انا بتكلم، بس كل قضيه عندها مشاكلها. انا نسولك، لماذا اذا كانت هذه الارض مغربيه اوكي انتم ما تصوتوا انتم كما؟ انا عطيتك المثل باسبانيا، ما بغيتيش تقبل. لا ما تعطينيش المثل، لا ما تعطينيش المثل، لا انا لا قول لي، شوف لا اسمع، شنو راي الاخر؟ شنو راي الاخر؟ شنو انت تتكلم؟ شوف ما كاين دوله تعترف للمغرب بالسياده على الصحراء. خلينا من الدول احنا غير في الاستفتاء. شوف ليست هناك اسمع اول استفتاء كملناه، قلنا لك انت كمغربي ما تصوت. انا عطيتك المثل باسبانيا. لا ما تعطينيش، لا ما تعطينيش اسبانيا. علاش؟ وعلاش هاد الناس نصوتوا في الصناديق اللي نسيو وصوتوا؟ علاش وخداو ولا يا المهدي انت شوف، الحسن الثاني هو اللي وقع على شروط الاستفتاء. الحسن الثاني لو كان عنده الوثائق اللي تثبت ملكيته الارض كان حلال، مشكل سابق ما يموت، ما قد يحلها لا الحسن الثاني، والمشكله ما قد يفكها محمد السادس، وانتم كلكم مقدمين في موضوع ما عندكم به علاقه. اذا كان الحسن الثاني هو اللي جبد القضيه ديال الاستفتاء، هو اللي خرج بهذا القرار ديال الاستفتاء، وقلنا لك وافق على شروط الاستفتاء. انا ما قلت لك هو قبل بالاستفتاء، وافق على شروط الاستفتاء. نعم. وقال على انه اذا كان الناس الصحراويين صوتوا لصالح الامم المتحده، وجات اللجنه
وكانت في مع كانت في في حدا دار العايدين لتحت ذاب المهدي كيف تعرف، وجاوا لها الصحراويين وجاوا لها السراغنه وما قبلتهم، وجاوا لها واحدين من وسط المغرب وما قبلتهم، وانتم المغاربه ما قبلتكم، ولو تعودوا خسكنتم في الصحراء الغربيه من 75 وشنو المشكل في تحديد الهويه؟ ما بقاتش ماشي في المغرب، وقعت المشكل وقعت في في في, في تندوف. نكونوا صراحه محمد، انت محمد ديك الساعه كنت انا كنتفرج فيك كتعلق على هذه المواضيع صافي. كمل لك دراك شوف دراك شوف كمل لك شوف كمل لك شوف شوف تكمل لك صافي. بقات لك الفيستا مات الفيستا، هذا هو لغتكم انتم، الفيستا مات الفيستا قريب الفيستا. انا لا صحراوي، شوف نمشي لا السماء ونرجع انا صحراوي، ورجعت لاهلي سمعت، وما لقيت فيكم الخير وما فيكم الخير، وحقاره وتحتقروا الناس وتوكلوا الناس في حقوقهم وما تقدروا الشرفاء. سمعت والله سمعت والله لحسيت بك سمعت. لا لا انا شوف انا راني شفت انا لساني شفت انا اسمع 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 انا لساني انا لساني انا طوال من لسانك انت 20 الف مليون والله عرفتك. ولكن انتم انتم شوف انتم تعتبرون كل الصحراويين صحراويين، انتم واخا يعيش معكم الانسان ويخدم معكم الانسان تعتبروه صحراوي، وهذا شيء طبيعي. انا رجعت لاهلي، اذا انت اليوم اعطيني لماذا انا نصوت في الاستفتاء وانت ما تصوت في الاستفتاء؟ يلا اعطيني. يعني انا نعاود نرجع لك نعاود نرجع لك محمد اشي ترجع لي ولا نرجع لك الموضوع. والشعب الاسباني شوف. كله اسمع شوف اسمع 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 شوف الاسباني كله صوت لا شوف 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 صوت الناس اللي معنيين بالامر فقط. اسبانيا شوف اسبانيا تتحكم في المجال الجوي للصحراء الغربيه. البحار البحار شهر سبعة لا يمنعوكم من الصيد في السواحل الصحراوية. المجال البري ما لم ما لم يعتبر أبدا، ما كان دولة تعترف لكم بالسيادة عليه. أوكي هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. إذا كانت إسبانيا إذا كانت إسبانيا هي اللي متحكمة في المجال الجوي، يعني إسبانيا هي اللي كتضرب اللي كتقولوا راه راه الصحراويين كيضربوا من بالطيارات والقنابل. يعني لماذا اسبانيا تسمح للجيش المغربي ينقل الجيش ديالو في الطائرات الى اقاليم الجنوبيه؟ لماذا الا كانت اسبانيا غادي تقول لهم لا ما تدخلوش لي، غادي تقول لهم ما تدخلوش لي الطيارات ديال العسكر؟ وانت اش تتكلم؟ لا وانت على اش تتكلم؟ وانت على اش تتكلم؟ شوف الا كانت اسبانيا هي اللي واش انتم شوف وشوف وشوف وسيدك محمد السادس ياك الملك تعرف محمد السادس تعرف محمد السادس محمد السادس وبراسه كاتب الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه في الجريده الرسميه المغربيه 2017. ومحمد السادس سيدك يمشي القمه الافريقيه ويجلس مع الرئيس ابراهيم غالي في نفس القاعه ويتفاوض معاه في مانهاست. انا هذا الشخص اللي اوكي وانتم تجو شوف تقول انتم باغيين تمحوا الشعب الصحراوي كانه اوكي هو الشعب الصحراوي. شوف انت شوف انا نناقش معاك اسمع شوف انا نناقش معاك انا نناقش معاك اسمع شوف انا نناقش معاك راه ما نناقش معاك انت راك رايك له يغير شي هون في القضيه. لا ولا رايك ولا شوف الشعب الصحراء شوف لا لا انا ولد الصحراء انت ما انك ولد الصحراء انت لا ساكن في الصحراء انت النهار اللي يدخلوا المقاتلين شوف النهار اللي يدخلوا المقاتلين الصحراويين تسدى حانوت وتمشي بحالك عايش والله تسدى حانوت وتمشي سمعت تسدى ذاك الحانوت اللي عندك فم وتهرب سمعت اما انا راني نجي مع المقاتلين ونجي الارضي سمعت ونجي مع شعبي ويرجعوا الصحراويين لارضهم وانتم تجمعوا باليزكم وتمشوا لبلادكم ترجعوا لبلادكم. ان شاء الله اللي هم ان شاء الله اللي هما الصحراويين حقيقيين غيرجعوا لبلادهم واللي هما شكرا شكرا السنغاليين غيبقاو في التندوف. واش السنغاليين 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 الزرايبون. تحياتي لكم شكرا جزيلا لكم، نلتقي ان شاء الله في لايف ثاني. مرحبا وسهلا الى اللقاء.